أيها الإخوة الكرام، الدنيا دار عمل وليست دار جزاء. من الممكن أن تكون من أقرب الناس إلى الله وعندك بعض المصائب، ومن الممكن أن تكون سليماً معافاً غنياً قوياً جميلاً ولست عند الله بمكان. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر بأصفيائه المؤمنين. أيها الإخوة، حينما أقول في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قد يقول قائل والله أعرف نفسي مستقيماً استقامة نادرة ومع ذلك تأتيني المصائب. مبدئياً ما كل ذنب ظاهر، هناك ذنب باطن. يعني هؤلاء أصحاب النبي رضوان الله عليهم، هم مع النبي وهم في الجهاد ومعهم سيد الخلق وحبيب الحق، حينما قالوا في أنفسهم لن نغلب من قلة، نحن أقوياء نحن كثر، هذا ذنب باطن ليس ذنباً ظاهراً. ما عصوا ربهم بجوارحهم، ولكن قلوبهم حدثتهم أنهم أقوياء وأنهم كثر. قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يا أيها الإخوة الكرام، ولو وجدت نفسك مستقيماً على أمر الله فيما تعلم، ولو وجدت أخاك مستقيماً على أمر الله فيما يعلم، يجب أن تعلم أن هناك ذنوباً باطنة قد تكون أخطر من الظاهرة، لأن الذنب الظاهر يسهل أن تعرفه وأن تستغفر الله منه، ولكن الذنب الباطن خطير جداً، إنك تألفه وإنك تعتقد بصوابه. لذلك الكبائر الباطنة أشد فتكاً في إيمان المؤمن من الكبائر الظاهرة. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه الخطبة من أجل أن تعرف حقيقة المصيبة. المصائب كالمكابح في المركبة، لا بد منها. هل تستطيع أن تسير بمركبتك متراً واحداً بلا مكباح؟ هلاك محقق. وكذلك المصائب، مع أن الله خلقك للسعادة، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، خلقك لتسعد في الدنيا والآخرة، ولكن هذه المصائب مذكرة تكبح جماح النفس، تلفت نظر الإنسان، يعني درس عملي، هناك درس نظري. وقد بيّنت لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة ورحمته السابغة يبدأ بالدعوة البيانية. الدعوة البيانية يسمعك حديثاً، يسمعك آية، يسمعك خطبة، تقرأ كتاباً، تستمع إلى شريط، تستمع إلى محاضرة، دعوة بيانية وأنت معافى صحيح. فإن لم تستجب فلا بد من التأديب التربوي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن لم تستجب خضعت لمرحلة ثالثة، الإكرام الاستدراجي، فإن لم تشكر لم يبق إلا القصر. أربع مراحل موضحة في كتاب الله في آيات كثيرة، بدءاً من الهدى البياني، مروراً بالتأديب التربوي، ثم بالإكرام الاستدراجي، ثم بالقصر. أيها الإخوة الأحباب، ما كل مذنب يعاقب في الدنيا، وما كل محسن يكافأ في الدنيا، فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف. لكن الله جلت حكمته يعاقب بعض المذنبين في الدنيا ردعاً لبقية المذنبين، ويكافئ بعض المحسنين في الدنيا تشجيعاً لبقية المحسنين، ولكن الفوز الحقيقي، النجاح الحقيقي، التفوق الحقيقي، الكسب الحقيقي
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قد تجد في بعض البلاد ما يدهش من غنى ومن أناقة ومن نظام ومن وحدث ما شئت، ولكن الله أجل وأكرم من أن يكون عطاؤه محدوداً في الدنيا. هذا ليس عطاء خالق الأكوان، عطاء الله أبدي سرمدي. فلذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. معنى آخر أيها الإخوة هو أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه. هذا قول للإمام الشافعي استنبطه من آية محكمة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. جيد، أجابهم الله عز وجل قل فلم يعذبكم بذنوبكم. يعذبكم الباء باء السبب، بسبب ذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وإذا قال المسلمون نحن أمة محمد، نحن خير أمة أخرجت للناس، نحن تكلموا عن أنفسكم ما شئتم، الرد الإلهي قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فلو أن الله قبل دعواهم، لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم أبداً. لو أنه علم حالهم كقالهم لما عذبهم. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية إن الله لا يعذب أحبابه. طبعاً هناك آية أوضح من ذلك، يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حياة النبي بين أصحابه انتهت، ارتقى إلى الرفيق الأعلى. كيف نفهم الآية بعد غياب النبي عنا؟ قال العلماء ما دامت سنة النبي مطبقة في حياتهم، ما داموا في تجارتهم وفي أعمالهم ووظائفهم ومهنهم وفي بيوتهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم وفي سفرهم وفي حلهم وفي ترحالهم وفي سلمهم وفي حربهم وفي أوقات مرحهم وفي أوقات لهوهم وفي أوقات مصائبهم مطبقون سنتك يا محمد، فما كان الله ليعذبهم. يعني نحن في بحبوحة ما دمنا نطبق منهج النبي التفصيلي، لأن الله جاء بالقرآن الكريم بمعان كلية وأوكل أمر تبيان تفاصيلها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا. لذلك قال بعض العلماء ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. وقد أمرنا ربنا أن نأخذ عن النبي وأن ننتهي عما عنه نهانا، فكيف نطبق هذا الأمر إن لم نعرف ماذا أمرنا وماذا عنه نهانا؟ إذن معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم. وإذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتكم وقدوتكم ومثلكم الأعلى، كيف يكون أسوتنا ومثلنا إن لم نعرف ماذا فعل في بيته، وكيف عامل زوجاته، وكيف عامل جيرانه، وكيف عمل أصحابه، وكيف كان في سلمه وفي حربه، وكيف كانت أخلاق دعوته وأخلاق جهاده. إذن معرفة سيرة النبي فرض عين. كل أمر في القرآن الكريم ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك يقتضي الوجوب. يؤكد هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذاً وراءه وقال يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة ثم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال حق الله على عباده
حينما فسرت قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب السليم الذي برئ من شهوة لا ترضي الله، وبرئ من عبادة غير الله، وبرئ من تصديق خبر يناقض وحي الله، وبرئ من الحب مع الله، بل ينبغي أن يحب في الله. هذا هو القلب السليم. فقال له يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. ثم سأله ثانية يا معاذ ما حق العباد على الله؟ لكرم الله وعظمته ورحمته وحكمته أنشأ لنا حقا عليه ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. ألا يكفينا هذا الحديث الصحيح؟ ألا يملأ قلبنا طمأنينة وأمنا وسلاما ورضا وثقة بالله عز وجل؟ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. من منا يحب العذاب؟ من منا يحب مرضا عضالا؟ من منا يحب فقرا مدقعا؟ من منا يحب ذلا مهينا؟ من منا يحب قهرا من إنسان يأكل ويشرب مثلنا؟ من؟ ما من إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتمنى السلامة والسعادة، إلا أنه أخطأ طريقهما. لذلك أهل النار وهم في النار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعادة. أزمة العلم فقط، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعادة. أيها الإخوة الكرام، ولكنه من الخطأ الفادح والخطأ الفاضح أن تظن أن كل مصيبة مصيبة، لأن الله عز وجل قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم الباطنة هي مصائب المؤمنين، ولكن بعض العلماء قسم المصائب خمسة أقسام. القسم الأول مصائب القصم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون. هذه مصائب أهل الفجور وأهل الفسق والانحراف، أهل الكفر والإلحاد، مصائب قصم، يعني ضربة واحدة فجعلنا عاليها سافلها، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. المصائب الأخف من ذلك مصائب الردع، إذا علم الله أن في هذا الإنسان بقية خير تأتيه مصيبة ردع يبقيه حياً، ولكن يأتيه شيء لا يحتمل فلعله يعود إلى الله عز وجل. دققوا في هذه الآية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، باء السبب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أيها الإخوة الكرام، ليس في الكون فساد إلا من صنع مخلوقين الإنس والجن، لأنهما مخيران، ولأنهما أودعت فيهما الشهوات، فأصل الفساد من مخلوق أودع الله فيه شهوة جامحة وأعطاه منهجاً قويماً ليرشد هذه الشهوة، فضرب بالمنهج عرض الطريق وتحرك بشهوته بلا منهج وبلا ضابط فأفسد. هذا أصل الفساد، إن كان فساداً في العلاقات مع المرأة ومليون انحراف فيه، أو في كسب المال، وأكبر كتلتين للفساد كسب المال والعلاقة مع المرأة، ولهذين الكتلتين منهج واضح في الإسلام. لذلك قال تعالى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. المعنى المخالف أنك لو اتبعت هواك وفق منهج الله لا شيء عليك. ليس في الإسلام حرمان، في الإسلام تنظيم. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها.
إن هذه الشهوات أودعها الله فينا لحكمة بالغة، ولولا هذه الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف تتقرب إلى الله من دون شهوة؟ ما قيمة إنفاق الألف ليرة إن كان المال لا تشتهيه؟ ما قيمة غض البصر إن كانت المرأة لا تشتهيها؟ ما قيمة ضبط اللسان إن كان إفشاء الفضائح لا تشتهيها؟ يا أيها الإخوة الكرام، الشهوات دوافع إلى الله، إنها كالوقود السائل في المركبة، إذا وضعت في مستودعاتها المحكمة وسالت في الأنابيب المحكمة وانفجرت في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولدت حركة نافعة. أما إذا خرجت الشهوات عن مسارها وجاءت المركبة شرارة أحرقت المركبة ومن فيها. فالشهوات إما أن تكون قوى دافعة إلى الله، وإما أن تكون قوى مدمرة، إنها حيادية. ولأن الإنسان مخير، كل شهواته التي أودعها الله فيه حيادية، يمكن أن توظف في الخير ويمكن أن توظف في الشر. بل إن كل حظوظ الإنسان التي منحه إياها حيادية. هل المال نعمة؟ نقول لا. هل هو نقمة؟ نقول لا. المال مادة موقوفة على طريقة استخدامه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقولته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الرد الإلهي كلا، أداة ردع ونفي. كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. هي الحقيقة. فالمال نعمة إذا أنفق في الحق، ونقمة إذا أنفق في الباطل. طلاقة اللسان نعمة إذا شرح به الحق، ونقمة إذا شرح به الباطل. وسامة الإنسان نعمة إذا كان يعني عوناً على خدمة الخلق، ونقمة إذا كان سبباً في الغواية والفساد. أي حظ أعطاك الله إياه هو نعمة إذا وظفته بالحق، ونقمة إذا وظفته بالباطل. فيا أيها الإخوة الكرام، القصم والردع. أما المؤمنون، دققوا في هذه الآية. ولنبلونكم أيها المؤمنون بشيء من الخوف، شيء معتدل، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أيها الإخوة، هذه مصائب الدفع. الفجار، الملحدون، الكفار، مصائب قصم. من كان فيه بقية خير يعطى فرصة. مصائب ردع. من كان مستقيماً على أمر الله لكن الله أراد أن يدفعه إليه بسرعة أعلى، مصائب دفع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. لكن الله عز وجل لكل عبد من عباده المؤمنين مرتبة، إما أن يصل إليها بأعماله الصالحة، فإذا قصر بأعماله الصالحة ابتلاه الله بمصيبة كي يصبر عليها فيرقى إلى هذه المرتبة. صار في مصائب قصم، ومصائب ردع، ومصائب دفع، ومصائب رفع. لك عند الله مرتبة. لم تعمل عملاً صالحاً كي تبلغها، فساق الله بعض المصائب كي تصبر عليها فتبلغها. هذه مصائب الرفع. أما مصائب الكشف فهي مصائب الأنبياء، ينطوون على كمال ما بعده كمال، وعلى خلق ما بعده خلق، وعلى محبة لأعدائهم ما بعدها من محبة. فيكشف الله حقيقتهم، يذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ويمشي 80 كيلومتر في جبال وعرة، ثم يكذبه أهل الطائف
ويسخرون منه ويغرون صبيانهم بإيذائه. فيأتيه جبريل ومعه ملك الجبال، يقول: يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد. هذه مصائب الكشف، يعني سيعطيهم الله عطاء لا حدود له. لا بد من عمل في الدنيا يتناسب مع هذا العطاء. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الحقائق المتعلقة بالمصائب. فلا بد من أن يفهم المؤمن حقيقة المصيبة. لذلك حينما تفهم حكمة المنع ينقلب المنع عين العطاء. حينما تفهم على الله حكمة المنع ينقلب المنع عين العطاء. وهذه حقيقة مسلم بها. لذلك من الأدعية المأسورة: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. على الحالتين رابح. إن أعطاك الله ما تشتهي ينبغي أن توظفه في الحق، وإن حرامك شيئا تشتهيه ينبغي أن تستغل فراغه في طاعة الله. أيها الإخوة الكرام، أجمل دمعة تمر في حياة الإنسان تلك الدمعة التي تسقط على وجنتيه وهو يستشعر عظمة الخالق وعظم الذنب الذي اقترفه. إنها دمعة حارة خرجت من قلب خاشع خاضع لله. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الدمعة تفاعلت مع قلب هذا الإنسان التائب العائد إلى الله فأكثر من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أيها الإخوة الكرام، هل تصدق أن خالق الأرض والسماوات يفرح إذا تبت إليه؟ لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هل تصدق أن أعرابياً يقطع الصحارى على ناقة جلس ليستريح فافتقد الناقة فأيقن بالهلاك، ثم أفاق فرآها أمامه فاختل توازنه، قال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي. أيها الإخوة، هؤلاء المسلمون، هؤلاء العرب المسلمون كانوا أصحاب رسالة، نقلوا هذا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربه. ندعوكم إلى التوبة الآن، لكن هناك مهمات تفوق التوبة. التوبة يعني المرحلة الأولى، لكن بعد التوبة هناك رسالة ينبغي أن تحقق. فأعيدوا أيها الإخوة مجد أمتكم بحمل هذه الرسالة السماوية بعد تفهمها والعمل بها، احملوها إلى الأمم والشعوب. فقد كانت دمشق عاصمة الدولة التي امتدت من الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً، تنشر تعاليم الإسلام المستندة إلى التسامح والعدل والإخاء والمساواة. دولة مترامية الأطراف من الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً، عاصمتها دمشق، تنشر تعاليم الإسلام المستندة إلى التسامح والعدل والإخاء والمساواة. أين نحن من ماضينا؟ ألا نشتهي أن نعيد مجد ماضينا؟ ألا نشتهي أن نكون أمة في طليعة الأمم؟ هؤلاء الذين كانوا رعاة للغنم فأصبحوا بهذا الدين العظيم قادة للأمم. ليكن كل منكم سفير الإسلام، ليكن كل منكم مطبقاً لشرع الله عز وجل، داعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن في أمس الحاجة إلى دعوة واعية ودعوة صادقة ودعوة مخلصة ودعوة علمية ودعوة روحية.